ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على دير البلح وخان يونس يحذر فيها السكان من العودة إلى شمال قطاع غزة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس رسالة موجهة إلى سكان قطاع غزة أن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قتال خطيرة، مكررا الدعوة للسكان بالبقاء في الجنوب وتجنب محاولة العودة إلى الشمال مرة أخرى.